وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المقدم وائل عجاج، رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة. سيادة المقدم، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. أكيد حضرتك تعلم والجميع يعلم أن وسط القاهرة هي ربما المحور الرابط لمختلف الطرق. الحديث الآن عن التحويلات الأهم في خطوط سير المركبات. سيادة المقدم تفضل. ان شاء الله باذن الله النهارده تزامنا مع بدء فعاليات الاحتفال ان شاء الله اعتبارا من الساعه 6 مساء هيتم عمليه التحويلات اللي هي الخاصه عن منطقه ميدان التحرير ومناطق محور الكورنيش ومنطقه شارع فرخصوات وعين الحياه والمنطقه المحيطه بمنطقه متحف الحضارات. ده ان شاء الله من الساعه 6 مساء وحتى الساعه 8:30. وهيظل التحويلات قائمه بالنسبه لميدان التحرير وايضا بالنسبه للكورنيش دي لحد من الساعه 6 لحد 8:30. فيما عدا بقى منطقه متحف الحضارات والمنطقه المحيطه بها دي هتستمر عمليه الاغلاق والتفريغ بالنسبه للحركه المريه بالاماكن المحيطه لحين الانتهاء من الاحتفال ان شاء الله. طيب سيادة المقدم، اذا ما تحدثنا على سبيل المثال عن قاطني وسط القاهره، بالنسبه للقادم من اي اتجاه سواء بنتكلم عن 6 أكتوبر او الشيخ زايد متجه الى وسط القاهره، اي طريق ربما يستطيع ان يسلك؟ تمام. وبالنسبه للقادم من مناطق يعني لو هنتكلم في ان هو كان بالنسبه لمناطق وسط المدينه، مناطق وسط المدينه هي الحركه المريه فيها هيتم ارشاد الحركه للخروج هنا اتجاه منطقه الشهيد عبد المنعم رياض، ومن مناطق الشهيد عبد المنعم رياض يتم السلوك اتجاه اعلى اكتوبر او اتجاه منطقه شارع رمسيس او اتجاه شبرا. بالنسبه هندخل وسط المدينه منين؟ امكانيه دخول وسط المدينه طبيعيه جدا عن طريق خدمات محور الازهر او عن طريق نفق الازهر، مفيش اي مشكله بالنسبه لدخول مناطق وسط المدينه، او الدخول من عن طريق خدمات القصر العيني يمينا مع محور الشيخ ريحان عن طريق الشيخ ريحان اتجاه منطقه وسط المدينه. وهذه الطرق ايضا للقادم سياده المقدم من ناحيه حلوان والمعادي. بالنسبه للقادم وحلوان والمعادي وعايز اتوجه اتجاه مناطق شرق القاهره او المناطق اتجاه مناطق شمال القاهره، القادم من حلوان المعادي افضليه لسلوك محور الاوتوستراد، محور الاوتوستراد بديلا عن محور الكورنيش، لان احنا معلوم عمليه التحويل اللي هتتم مع محور الكورنيش اعتبارا من الساعه 6 مساء ان شاء الله هيبقى جميع القادم من مناطق الكورنيش هيتم تحويله اتجاه مطلع الدائري. عندنا محور الاوتوستراد قادم ومتجه بالنسبه للقادم من مناطق حلوان والمعادي ومتجه لمناطق وسط المدينه او مناطق صلاح سالم، والقادم من صلاح سالم اتجاه مناطق الجنوب محور الاوتوستراد فعاليه تامه، حر تماما المحور، معزز بخدمات الاداره العامه لمرور القاهره لاستيعاب واحتواء الكثافات ان شاء الله. طيب سياده المقدم، سؤالي الاخير لحضرتك متعلق بالمتجه من وسط القاهره الى خارجها، اي محاور ربما سيستطيع ان يسلك؟ تمام. بالنسبه لوسط المدينه لو هنخرج عايزين نخرج من وسط المدينه زي ما ذكرت لحضرتك، في احنا عاملين تحويلات مروريه منطقه ميدان طلعت حرب تحديدا، احنا بيتم ارشاد جميع المرور مع مناطق وسط المدينه في كافه محاور وسط المدينه ان احنا بنخليها تسلك وبنرشده اتجاه منطقه ميدان طلعت حرب، ومن مناطق ميدان طلعت حرب تحديدا بيتم سلوك محور محمود بسيوني اتجاه مناطق الشهيد عبد المنعم رياض، واذا وصلنا مناطق الشهيد عبد المنعم رياض نقدر تبقى هنبقى حرين الحركه تماما بالنسبه ان احنا نتوجه اتجاه اعلى كوبري 6 اكتوبر اتجاه مناطق الجيزه لو عايز اخرج بره المنطقه الحدوديه، او ان انا اخد كوبري اكتوبر واتجه اتجاه مناطق شرق القاهره، او عن طريق ان انا ممكن اخرج من مناطق وسط المدينه عن طريق سلوك محور عدلي، ومن محور عدلي على محور 26 اتجاه 26 يلو اتجاه شارع عماد الدين. نعم. اتجاه مناطق شارع رمسيس ايضا. نعم سياده المقدم وائل عجاج، رئيس غرفه عمليات مرور القاهره، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات.